الوسام هو حق ديالي ندير به انا اللي بغيت نعطيه لبا نعلقو في بيتي نعلقو في الدار عنده هذاك ديالي هو ما كيحيدو لي حتى شي حد. وثانيا هو رمزي فهو الوفاء شنو بغيتي نعلق لبا انا اكثر من واحد الوسام اللي هداه لي صاحب الجلاله واللي با كيحماق عليه وخدم وسورتو با ساهم ميليتير اللي خدم العمر ديالو كامل وكون كان شي حاجه اخرى يمكن كون عطيتها له زعما كان القلب ديالي نحيدو نهديه للوالد ديالي فغيمكن لي غير نهديه ليه. بالعكس هو رمزي وهنا كيبانوا بلي مع الاسف بعض الناس كيحاولوا يفسدوا دائما.